حرف التاء. حرف التاء في بداية الكلمة نضع فتحة تا 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 تا. ثم بعد ذلك حرف الذال. حرف الذال، حرف الذال نضع السكون تذ 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 تذ. ممتاز. ثم بعد ذلك حرف الهاء. حرف الهاء نضع فتحة ها 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 تذها 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 تذها. ممتاز. ثم بعد ذلك حرف الباء نضع ضمة بو بو هابو 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 تذهبو 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 تذهبو. حرف التاء في بداية الكلمة، حرف الذال في وسط الكلمة، حرف الهاء في وسط الكلمة، حرف الباء في آخر الكلمة. تذهبو 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 تذهبو. ممتاز، جيد جدا.